برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب والرب الدور نور من نور لا حق بلا حق مولود غير مخلوق مساوي لاب الدور الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجلنا نحن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومريم العذراء تأنس وصلب عنا عهد رأس البنطي تألم وقبر وقام بينهما في اليوم السادس كما كتب وصعد الى السماوات وجلس عن يمين ابي وايضا ياتي في مجدي ليدين الاحياء والاموات الذي ليس نلقي انقضاء نعم نحن الروح القدس الرب المحب وصل الاب فاز بدار مجده مع الاب والاب النار في الانبياء الكنيسه الواحده المقدسه الجامعه المسيحيه ونعترف مع بعضها واحده وخمسه الخطايا ومن قدر القيامة الأموات وحياة الدار الآتية آمين. كشت والقائد أنت يا أناستاسيس أنت نير الموت نم بهون أنت بهون اسمريو آمين. أختيت استيمة كريم שליל פלוגיתם אביב רוסשי אסתוסיתם פירניבאסי العظيم الأبد الذي جبل الإنسان لغير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحي الذي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذا الذي عساكر الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبين الناس المسار صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية سردك يا الله املا قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت كل ده يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي نتناول بغير وقوع في دينونة من موهبة غير الميت السمائية بالمسيح يسوع ربنا بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته ورحمته من الان والابد امين بنعمه ربنا يسوع المسيح وشفاعه امنا العذراء مريم ورئيس جند الرب الملاك الجليل ميخائيل والقديس العظيم ماري مرقس الرسول قديس الانبا بشوي شفيع هذا الدير وبركه اباء البريه وبركه صلوات الاحبار الموجودين معانا والاباء الكهنه بنقيم ونقدم لله هذه النفوس التي تتكرس في الخدمة الكهنوتية في كنائس القاهرة وفي إسنا وفي قطر في الخليج العربي لرعاية الأقباط الموجودين هناك وطبعا بعد إجراءات كتيرة اتعملت تزكيات واختيارات وصلوات كتيرة في كل مكان وكانت آخر خطوة إن أنا اتقابلت ويا كل الشمامسة دول ويا أسرهم واتفقنا وعلى الميعاد وعلى تكريس الحياة الكاملة في خدمة الكهنوت أول خطوة بنعملها هي التعهد
التعهد هيقولوا نيافة أنبا رفائيل وهترددوا وراه، وأنت مسؤول أمام الله عن كل كلمة موجودة في هذا التعهد، كل لفظ أنت مسؤول عنه أمام الله، هو الذي يراك وهو اللي عارف أنت بتعمل إيه. اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. أنا المسكين المدعو لنعمة الكهنوت، المدعو لنعمة الكهنوت على المذبح المقدس، على المذبح المقدس في كنيسة الله القبطية الأرثوذكسية، في كنيسة الله القبطية الأرثوذكسية أتعهد أمام الله رب الأرباب، أتعهد أمام الله رب الألباب وراعي الرعاة والرعاة وأمام ملائكته وقديسيه، وأمام ملائكة وقديسيه، وأمام أبي قداسة البابا تودروس الثاني، وأمام أبي قداسة البابا تودروس الثاني، وأمام الإكليروس وكل الشعب، وأمام الإكليروس وكل الشعب بأن أثبت على الإيمان الأرثوذكسي إلى النفس الأخير، بأن أثبت على الإيمان الأرثوذكسي إلى النفس الأخير، وأن أحترم قوانين الكنيسة المقدسة، وأن أحترم قوانين الكنيسة المقدسة، وأحافظ على تقليدها وطقوسها وتعليمها، وأحافظ على تقليدها وطقوسها وتعليمها، وأن أبذل كل جهدي في تعليم الشعب الإيمان السليم، وأن أبذل كل جهدي في تعليم الشعب الإيمان السليم، وقيادته في حياة القداسة والبر، وقيادته في حياة القداسة والبر، وأكون أنا نفسي قدوة في كل عمل صالح، وأكون أنا نفسي قدوة في كل عمل صالح، وأتعهد بأن أحب الرعية، وأتعهد بأن أحب الرعية، وأعاملها بالرفق والحكمة، وأعاملها بالرفق والحكمة، وأبذل ذاتي في افتقاد الشعب، وأبذل ذاتي في افتقاد الشعب، والاهتمام به من كل ناحية حسب طاقتي، والاهتمام به من كل ناحية حسب طاقتي، وأن أبحث عن الضال، وأن أبحث عن الضال، وأسعى لرده، وأسعى لرده، وأجمع خراف الله المتفرقة، وأجمع خراف الله المتفرقة، ولا أغفل عن العاجزين والمنطرحين، ولا أغفل عن العاجزين والمنطرحين، والذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين ليس لهم أحد يذكرهم، وأن أكون طويل الروح، وأن أكون طويل الروح، واسع الصدر في معاملة الناس، واسع الصدر في معاملة الناس، ولا تكون لي جماعة مختارة بل أهتم بالكل، ولا تكون لي جماعة مختارة بل أهتم بالكل، وأتعهد بأن أضع صالح الكنيسة فوق كل اعتبار، وأتعهد بأن أضع صالح الكنيسة فوق كل اعتبار، وأن أبعد عن محبة المال، وأن أبعد عن محبة المال، ومحبة النصيب الأكبر، ومحبة النصيب الأكبر، ولا أتعالى على الشعب، ولا أتعالى على الشعب، ولا أهملهم، ولا أهملهم، ولا أكلفهم بما لا يطيقون، ولا أكلفهم بما لا يطيقون، ولا أمرهم بما يخالف وصية الرب، ولا أمرهم بما يخالف وصية الرب، ولا أرفض التائب إذا رجع، ولا أرفض التائب إذا رجع، ولا أقصر في خدمة أحد منهم، ولا أقصر في خدمة أحد منهم، وأتعهد بأن أخضع لرئاسة الكهنوت، وأتعهد بأن أخضع لرئاسة الكهنوت ممثلة في قداسة البابا، ممثلة في قداسة البابا، مع احترامي وتوقيري، مع احترامي وتوقيري لشركائه في الخدمة الرسولية، لشركائه في الخدمة الرسولية، الآباء المطارنة والأساقفة، الآباء المطارنة والأساقفة، وأطلب من الرب، وأطلب من الرب أن يهبني قوة، أن يهبني قوة بصلوات قداستكم، بصلوات قداستكم حتى أقوم بهذه المسؤولية الخطيرة، حتى أقوم بهذه المسؤولية الخطيرة، وأؤدي بأمانة، وأؤدي بأمانة كافة ما يتطلبه مني عمل الكهنوت الجليل، كافة ما يتطلبه مني عمل الكهنوت الجليل. صلوا عني يا أبائي وإخوتي القديسين، صلوا عني يا أبائي وإخوتي القديسين، هامطان يا لكم جميعا، هامطان يا لكم جميعا.
فضلوا قدموا وطنيا سجدة كاملة للأرض، شرق سجدة، بحري للآباء. إبلي هنا للشمامسة، وغرب للشعب. بعد التعهد ارجعوا زي ما كنت، كما كنت، مش بيقولوا في الجيش كده؟ كما كنت. هنبتدي دلوقتي كلنا هنصلي صلاة الشكر، ونبتدي بعدها طقس الصيام. أليس نماس أوسيوس وبتير وبنتوكراتور بانجيات رياسة أليس نماس. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات. قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. ذنبنا الذي الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين. فلنشكر صانع خيرات رحوب الله ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا ومعنا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وأتى بنا هذه الساعة. هو أيضا فنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل رب إله. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل، أبا ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفتك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، ومرات الناس الأشرار، وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين. انزح عنا وعن سائر شعبك وعن هؤلاء المتقدمين لخدمة الكهنوت وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبه المجد والإكرام والعز والسقوط تليق بك معه مع روح القدس المحيي مساوي لك الآن وكل أوان وظهر دور كلها. آمين. انت غيرك قيوس سيسر قريب ونخم بن بطري ينشد مباب طوالوز بشيرت ما تقروا في جنب بسرونوت نمنف كشبير اللي طرف أسنيني أدسوا بنزي إيك أسنيني بسكوب أسنيني بكيني من ما تقروا أهجن إسرونوت نمنف كشبير اللي طرف أجبني أدسوا بنزي إيك أصحاب أغبي أصبي بسكوب أسما تقروا في جنب إسرونوت هيتني أيها رب إله القوات الذي أدخلنا إلى نصيب هذه الخدمة، الذي يقيم فهم البشر وأفحص القلوب والكلى، اسمعنا بكثرة رأفاتك ونقنا من كل دنس الجسد والروح، مزق سحابة خطايانا وظلمنا مثل الدخان، املأنا من قوتك الإلهية ونعمة ابنك الوحيد وفعل الروح القدس لنكون مستوجبين لخدمة هذا العهد الجديد
لكي نستطيع باستحقاق أن نحمل اسمك القدوس ونخدم كهنوت سرائرك المقدسة. لا تدعنا نشترك في خطايا غريبة، بل امحو التي لنا. امنحنا يا سيدنا لا نصنع المائلات، بل هب لنا معرفة لنقول ما ينبغي وندنو إلى مذبحك المقدس. اقبل إليك القسيسية الكاملة التي ستصير لعبيدك الواقفين المنتظرين مواهبك السمائية، لأنك صالح وكثير الرحمة لكل من دعاك، وسلطانك قوي مع ابنك الوحيد والروح القدوس. رب اسمعنا يا رب، ارحمنا يا رب، باركنا. نامت ربنا يسوع المسيح المكملة لنقصنا بمسرة الله الآب والروح القدس تحل على عبيدي هؤلاء الداخلين بخوف ورعدة وتواضع قلب إلى المذبح المقدس، جاسين ورافعين أعين قلوبهم إليك أيها الساكن في السماء، منتظرين مواهبك السمائية لينتقلوا من طقس الشمسية إلى رتبة قسيسية في البيع المقدسة والمذبح الطاهر. اطلبوا كلكم لكي تحل عليهم موهبة الروح القدس. آمين. اجعلهم مستحقين لدعوة القسيسية لكي باستحقاق من قبل محبتك للبشر يستحق اسمك القدوس ويتعبدوا لك ويخدموا مذبحك المقدس ويجدوا رحمة أمامك، لأن الرحمة والرأفة من قبلك يا الله، وينبغي لك المجد أيها الآب والابن الروح القدس الآن وكل وان دار الدور كل آمين. شويسي صوت ميرون إب شويسي نايمان إب شويسي دموئرون. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل خالق كل الأشياء بكلمته الذاتية المعتني بالكل من قبلك أيضا. أيها المطلع في كل حين على بيعته المقدسة وينميهم ويكسرهم ويقويهم ليقبلوا الأتعاب وبالقول والفعل. انظر على عبيدك هذا الذي أسلموا القديسية بحكم التزكية الذين قدموه في الوصى. في الوسط املأه من الروح القدس والنعم والمشورة وتقواك ليعددوا ودبروا شعبك بقلب نقي. كما تطلعت على شعبك الذي اخترته وأمرت عبدك موسى أن يختار له مشائخا، هؤلاء الذين ملأتهم من الروح القدس غير المصنوع المنبثق منك. نعم يا رب اسمعنا، نطلب ليك أن تحفظ فينا أيضا الروح القدس الذي نلمتها غير المصنوعة. لمنحه روح حكمتك ليمتلئ من أعمال الشفاء وكلام التعليم ليعلم شعبك بوداعة. ويتعبدون لك بطهارة وفكر نقي ونفس منسحقة ليكملوا أعمال الكهنوت على كل شعب. وأما الذين يقتربون إليه أيضا فليجددهم بحميم الميلاد الجديد. وأنا أيضا طهرني من كل خطية غريبة وأعتقني مما يجب علي من زيتي
بواسطة ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي نقل المجد والإكرام الآن وكل الأرض. يا رب اسمعنا اطلع يا رب علينا وعلى خدمتنا، طهرنا من كل دنس وارسل من السماء نعمتك على عبيدك هؤلاء لكي يستحقوا من قبلك أن يكملوا كهنوتك بغير عوجاك، ليفوزوا بمراحمك مع الذين أرضوك منذ البدء، لأن الرحمة كائنة بإرادتك، يليق بك الإكرام من كل أحد والسجود أيها الآب والابن والروح القدوس. ندعوك في كنيسة الله المقدسة آمين. آمين. ندعوك يا مينا قسيس على المذبح المقدس في كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بالأولالي بالقاهرة خينفران مبيوت نفشين مبنى ماسوا بنوتي نوتفز ماروت نجيف نوتفيوت بيانتوكراتور آمين. آمين. ندعوك يا مينا قسيس على المذبح دعوناك يا مينا قسيس على المذبح المقدس في كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بالأولي بالقاهرة افز ماروت انجيب ابن في مايس اواب امبارك لي. آمين. في كنيسة الله المقدسة آمين. آمين. ندعوك يا بيشوي قسيس على المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء والأنبا صميل المعترف بمؤسسة الزكاة بالقاهرة خنفراني من فيوت نوشين ابن مايسواب ونوتي نوتي في زماروت نجيف نوتي فيوت بيونتو كراتور آمين. آمين. ندعوك يا بيشوي قسيس على المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء والأنبا صميل المعترف بمؤسسة الزكاة بالقاهرة أفز ماروت نجيب في مونوغانيس نشير يسوس بخريسوس بن شويس. آمين. دعوناك يا بيشوي قسيس على المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء والأنبا صميل المعترف بمؤسسة الزكاة بالقاهرة أفز ماروت نجيب ابن في مايس أواب امبارك ليتو. كنيسة الله المقدسة آمين. آمين. ندعوك
أرجوك يا بيشوي قسيس على المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء ومريمين مدينة السلام بالقاهرة خنفرا نمبيوت نمشي نمبن مايسوا بنوتي نوت فزماروت نجيف نوت بيوت بيونتو كراتور أمين آمين. ندعوك يا بيشوي قسيس على المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء ومريمين مدينة السلام بالقاهرة افز ماروت انجب في منوغانيس انشير يسوس بخريستوس بنشوي آمين. دعوناك يا بيشوي قسيس على المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء ومريمين مدينة السلام بالقاهرة افز ماروت انجب ابن مايس اواب امبارك لي تو كنيسة الله المقدسة آمين. ندعوك يا مقار قسيس على المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء بالقصيرين بالقاهرة خنفران مبيوت نمشين مبن ما سوى بنوت نوت فزماروت نجيف نوت بيوت بيانتو كراتور آمين. آمين. ندعوك يا مقار قسيس على المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء بالصغيرين بالقاهرة افز ماروت انجب في مروغانيس انشير يسوس بخريستوس بنشوي آمين. دعوناك يا مقار قسيس على المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء بالصغيرين بالقاهرة افز ماروت انجب ابن مايس اواب امبارك لي كنيسة الله المقدسة آمين. آمين. ندعوك يا بولس قسيس على المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء بالصغيرين بالقاهرة خنفران مبيوت نمشين مبنى ما يسواب ونوتي نوتي فزماروت نجيف نوتي بيوت بيانتو كراتور آمين. آمين. ندعوك يا بولس قسيس على المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء بالصغيرين بالقاهرة افز ماروت انجب في منوغانيس انشير يسوس بخريستوس بنشويس آمين. دعوناك يا بولس قسيس على المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء بالصغيرين بالقاهرة افز ماروت انجب ابن مايس اواب امبارك لي تو آمين.
كنيسة الله المقدسة آمين. آمين. ندعوك يا مينا قسيسة على المذبح المقدس في كنيسة القديسة بربرة بالشربية بالقاهرة خنفران مبيوت نمشيل مبنى ما سواب ونوتي نوتي في زماروت نجيب نوتي بيوت بيانتو كراتور آمين. آمين. ندعوك يا مينا قسيسة على المذبح المقدس في كنيسة القديسة بربرة بالشرابية أفز ماروت انجب في منوجنيس انشير يسوس بخريستوس بنشوش. آمين. دعوناك يا مينا قسيسة على المذبح المقدس في كنيسة القديسة بربرة بالشرابية بالقاهرة أفز ماروت انجب ابن مايس أواب امبارك لي. آمين. آمين. اكسياتي اجي يا امي با اربارا كنيسة الله المقدسة آمين. آمين. ندعوك يا يوحنا المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء والأنبا برام بالزاوية الحمراء بالقاهرة خنفران مبيوت نمشينا مبنى مايسواب ونوتي نوتي في زماروت نجيف نوتي بيوت بيانتو كراتور آمين. آمين. ندعوك يا يوحنا قسيسة على المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء والأنبا برام بالزاوية الحمراء بالقاهرة أفز ماروت انجب في منوجنيس انشير يسوس بخريستوس بنشوش. آمين. دعوناك يا يوحنا قسيسة على المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء والأنبا برام بالزاوية الحمراء بالقاهرة أفز ماروت انجيب ابن مايس أواب امبارك ليتو. الله المقدسة آمين. آمين. ندعوك يا أبا نوب قسيس على المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء والشهيد مريمين بعزبة خير الله بالقاهرة خنفران مبيوت نمشين مبنى ما سواب ونوتي نوتي في زماروت انجيف نوتي فيوت بيانتو كراتور آمين. آمين. ندعوك يا أبا نوب قسيس على المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء والشهيد مريمينا بعزبة خير الله بالقاهرة في زماروت انجيف فونو جنيس انشير يسوس بخريستوس بنشوش. آمين.
دعوناك يا أبا نور قسيس على المذبح المقدس في كنيسة الله المقدسة. آمين. آمين. ندعوك يا موسى قسيس على المذبح المقدس في كنيسة القديس بطرس والقديسان بطرس وبولس في الدوحة بقطر خنفران مبيوت نمشينا بمن ماي سواب ونوتي نوت في زماروت نجيف نوتي بيوت بيون تكراتور. آمين. آمين. ندعوك يا موسى قسيس على المذبح المقدس في كنيسة القديسين بطرس وبولس بالدوحة في قطر افز ماروت انجبف مونوغانيس انشير يسوس بخريسوس بن شوش. آمين. دعوناك يا موسى قسيس على المذبح المقدس في كنيسة القديسين بطرس وبولس بالدوحة في قطر افز ماروت انجيب ابن فمارس اواب الله المقدسة. آمين. آمين. ندعوك يا موسى قسيس على المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء بعيد بيب القاهرة خنفران مبيوت نمشين مبنى مرسوة نوتي نوت. قسيس على المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء بعيد بيب القاهرة فزماروت انجبف مونوغانيس انشير يسوس بخريسوس بن شوش. آمين. دعوناك يا موسى قسيس على المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء بعيد بيب القاهرة فزماروت انجب ابن فمارس اواب امبراكليتو. Arsenos.
كنيسة الله المقدسة آمين. آمين. ندعوك يا شنودة قسيس على المذبح المقدس في كنيسة الشهيد العظيم جورجيوس ببطاية بالقاهرة خنفران مبيوت نشير بابن ماسواب ونوتي نوتي فزماروت نجيف نوتي بيوت بيانتوكراتور آمين. آمين. ندعوك يا شنودة قسيس على المذبح المقدس في كنيسة الشهيد العظيم جورجيوس ببطاية بالقاهرة أفز مارو تنجب في منوجانيس نشير يسوس بخريستوس بنشوش. آمين. دعوناك يا في كنيسة الشهيد العظيم جورجيوس ببطاية بالقاهرة أفز مارو تنجب ابن مايس أواب امبارك ليتو. كنيسة الله المقدسة آمين. آمين. ندعوك يا يوسف قسيس على المذبح المقدس في كنيسة الشهيد العظيم جورجيوس ببطاية بالقاهرة في نفران مبيوت نفشين ببن ماي سواب ونوتي نوتي في زماروت نجيب نوتي بيوت بيانتو كراتور آمين. آمين. هم نفسهم اللي بيزغرطوا في كل مرة؟ نفس الناس ولا ايه؟ نقول لهم يا سيدنا مع الدف زغرته، لكن لما يصلي سيدنا نسكت. ندعوك يا مو يوسف قسيس على المذبح المقدس في كنيسة الشهيد العظيم جورجيوس ببطاية بالقاهرة افز مارو تنجب في مونوجانيس نشير يسوس بخريستوس بنشوش. آمين. يا يوسف قسيس على المذبح المقدس في كنيسة الشهيد العظيم جورجيوس ببطاية بالقاهرة افز مارو تنجب ابن مايس أواب امبارك ليتو. Amen.
خليفة القدي ماركوس الرسول بابا أنبت قدره أسرى إيسى الكهنة استريحوا. تفضلوا استريحوا. مش وقت تهنئة خالص. ها؟ تفضلوا اقعدوا يا بهار، اقعدوا استريحوا. استريحوا. استريح حبيبي. ها؟ ندعوك في كنيسة الله المقدسة آمين. آمين. ندعوك يا داود قسيسا على المذبح المقدس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كاهن عام في مدينة إسنا خنفران مبيوت نمشين مبن مايسواب ونوتي نوتي فزماروت انجيف نوتي بيوت بيان توكراتور آمين. آمين. ندعوك يا داود قسيس على المذبح المقدس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كاهن عام في مدينة إسنا فزماروت انجيف فونو جنيس انشيريسوس بخريستوس بنشوي. آمين. دعوناك يا داود قسيس على المذبح المقدس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كاهن عام في مدينة إسنا افزماروت انجيب ابن فمايس اواب امبارك لي. كنيسة الله المقدسة آمين. آمين. ندعوك يا يوسف قسيس على المذبح المقدس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ككاهن عام في قرى أرمنت خنفران مبيوت نمشين مبن مايسواب ونوتي نوتي فزماروت انجيف نوتي بيوت بيانتوكراتور آمين. آمين. ندعوك يا يوسف قسيس على المذبح المقدس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ككاهن عام في قرى أرمنت
افز مروت انجب فمنو جنيس انشير يسوس بخريستوس بين شوش آمين. دعونك يا يوسف قسيسا على المذبح المقدس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ككاهن عام في قرارمن افز مروت انجب ابن فماس قواب ام باركليتو ندعوك في كنيسة الله المقدسة آمين. آمين. ندعوك يا مينا قسيسة على المذبح المقدس في كنيسة الأمير تدرس بجاردينيا بمدينة الأمل بالقاهرة خنف راني مبيوت نبشير نبن ماي سواب ونوتي نوتي في زماروت نجيف نوتي بيوت بيان تكراتور آمين. آمين. ندعوك يا مينا قسيسة على المذبح المقدس في كنيسة الأمير تدرس بجاردينيا بالقاهرة افز ماروت انجب فونوغانيس انشير يسوس بخريستوس بين شويش آمين. دعونك يا مينا قسيسة على المذبح المقدس في كنيسة الأمير تدرس بجاردينيا بالقاهرة افز ماروت انجب ابن فماس قواب ام باركليتو كنيسة الله المقدسة آمين. آمين. ندعوك يا يوسف قسيسة على المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء والبابا أثناسيوس والأنبابولا بعزمة النخل بالقاهرة خنف راني مبيوت نمشين مبنى مايسواب ونوتي نوتي في زماروت نجيف نوتي بيوت بيوم تكراتور آمين. آمين. ندعوك يا يوسف قسيسة على المذبح المقدس
في كنيسة القديسة مريم العذراء والبابا أثناس في الأنبا بولا بعزبة النخل بالقاهرة افز ماروت انجب في منوجانيس انشير يسوس بخريستوس بنشوش دعوناك يا يوسف قسيس على المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء والبابا أثناس في الأنبا بولا بعزبة النخل بالقاهرة افز ماروت انجب ابن فماس اواب امبارك لي الله المقدسة آمين. آمين. ندعوك يا مينا قسيس على المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء والبابا أثناسوس والأنبا بولا بعزبة النخل بالقاهرة خنفران مبيوت نمشين مبنى ما سواب ونوتي نوتي في زماروت نجيف نوتي فيوت بأنتو كراتور آمين. آمين. ندعوك يا مينا قسيس على المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء والبابا أثناسوس والأنبا بولا بعزبة النخل بالقاهرة افز ماروت انجب في مجانيس انشير يسوس بخريستوس بنشوش دعوناك يا مينا قسيس على المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء والبابا أثناسوس والأنبا بولا بعزبة النخل بالقاهرة افز ماروت انجب ابن فماس اواب امبارك لي كنيسة الله المقدسة آمين. آمين. ندعوك يا إيليا قسيس على المذبح المقدس في كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس من شهيد التحرير بالقاهرة خينفران مبيوت نرشيد مبنى ماي سواب ونوتي نوتي في زماروت نجيف نوتي فيوت بيانتو كراتور آمين. آمين. ندعوك يا إيليا قسيس على المذبح المقدس في كنيسة الشهيد العظيم ماري جيرز من شهيد التحرير بالقاهرة افز ماروت انجب في منوجانيس انشير يسوس بخريستوس بنشوش دعوناك يا إيليا قسيس على المذبح المقدس في كنيسة الشهيد العظيم ماري جيرز من شهيد التحرير بالقاهرة افز ماروت انجب ابن فماس اواب امبارك لي Eleia bebere
في كنيسة الله المقدسة. آمين. آمين. ندعوك يا أرساني قسيس على المذبح المقدس في كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس منشي التحرير بالقاهرة خنفراني مبيوت نمشي نمبن مأسوا بنوتي نوتي فزماروت انجيف نوتي بيوت بيانتو كراتور. آمين. آمين. ندعوك يا أرساني قسيس على المذبح المقدس في كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس منشي التحرير بالقاهرة افز ماروت انجب منو جنيس انشير يسوس بخريسوس بين شوش. آمين. دعوناك يا أرساني قسيسا على المذبح المقدس في كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس منشي التحرير بالقاهرة افز ماروت انجب ابن مايس اواب امبارك ليتو. كنيسة الله المقدسة. آمين. آمين. ندعوك يا مينا قسيسة على المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء والملاك مخيل بالأباصيري بالقاهرة خنفراني مبيوت نمشير مبنى مأسواب ونوتي نوتي فزماروت انجيف نوتي فيوت بيانتو كراتور. آمين. آمين. ندعوك يا مينا قسيسة على المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء والملاك مخيل بالأباصيري بالقاهرة افز ماروت انجبه منو جنيس انشير يسوس بخريسوس بين شويس. آمين. دعوناك يا مينا قسيسة على المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء والملاك مخيل بالأباصيري بالقاهرة افز ماروت انجيب ابن مايس اواب امبارك لي. ندعوك في كنيسة الله المقدسة. آمين. آمين. ندعوك يا جرجس قسيس على المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء والشهيد ماري جرجس مدينتي بالقاهرة خنفراني مبيوت نمشين مبنى مايسوا بنوتي نوتي فزماروت انجيف نوتي بيوت بيانتو كراتور. آمين. آمين. ندعوك يا جرجس قسيس على المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء والشهيد ماري جرجس مدينتي بالقاهرة فزماروت انجبف منو جنيس انشير يسوس بخريسوس بين شويس. آمين. دعوناك يا جرجس قسيس على المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء والشهيد ماري جرجس مدينتي بالقاهرة
في زماروت نجيب ابن في مايس قواب امبارك لي. ندعوك في كنيسة الله المقدسة. آمين. آمين. ندعوك يا مينا قسيس على المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء والأنبا كراس بالشروق بالقاهرة خنف راني مبيوت نفشين مبنى مايسواب ونوتي نوتي فزماروت نجيف نوتي بيوت بيانتو كراتور. آمين. آمين. ندعوك يا مينا قسيس على المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء والأنبا كراس بالشروق بالقاهرة افز ماروت انجب في مونوغانيس انشير يسوس بخريسوس بنشويس. آمين. دعوناك يا مينا قسيس على المذبح المقدس بالشروق بالقاهرة مقدسة. آمين. آمين. ندعوك يا داود قسيس على المذبح المقدس في كنيسة القديس جورجيوس والأمبانتونس بالنزهة بالقاهرة خينفران مبيوت نفشين مبنى مايسواب ونوتي نوتي فزماروت انجيف نوتي بيوت بيانتو كراتور. آمين. آمين. ندعوك يا داود قسيس على المذبح المقدس في كنيسة القديس جورجيوس والأمبانتونوس بالنزهة بالقاهرة افز ماروت انجب في مونوغانيس انشير يسوس بخريسوس بنشويس. آمين. دعوناك يا داود قسيس على المذبح المقدس والأمبانتونوس بالنزهة بالقاهرة افز ماروت انجب ابن مايس Oh.
أنطونيوس. ندعوك في كنيسة الله المقدسة. آمين. آمين. ندعوك يا كيرلس قسيس على المذبح المقدس في كنيسة مريمين والبابا كرولوس والأنبا كراس بالشرفاء بالسلام بالقاهرة خنبران مبيوت نمشين مبنى ما يسواب ونوتي نوتي فزماروت نجيب نوتي بيوت بيونتو كراتور. أمين. آمين. ندعوك يا كيرلس قسيس على المذبح المقدس كنيسة مريمين والبابا كيرلس والأنبا كراس بالشرفاء بالسلام بالقاهرة عوناك يا كيرلس قسيس على المذبح المقدس في كنيسة مريمين بالقاهرة افز ماروت انجيب ابن بمعيس اواب امبارك ليتو. الله المقدسة. آمين. آمين. ندعوك يا إيلاريون قسيس على المذبح المقدس قسيس على المذبح المقدس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ككاهن عام بالقاهرة الجديدة خنفران مبيوت نمشين مبنى ما يسواب ونوتي نوتي في زماروت نجيف نوتي بيوت بيونتو كراتور. أمين. آمين. ندعوك يا إيلاريون قسيس على المذبح المقدس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ككاهن عام في القاهرة الجديدة افز ماروت انجب افمنو جنيس انشير يسوس بخريستوس بانشوش. آمين. دعوناك يا إيلاريون قسيس على المذبح المقدس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ككاهن عام في القاهرة الجديدة افز ماروت انجب ابن افمايس اواب امبارك ليتو. Oh.
القدس الإله الواحد أمين. نشكرك أيها السيد الرب ضابط الكل من أجل كل حال. نمجد اسمك قدوس أنك صنعت معنا عظائم وأفضت موهبتك ذات الغنى على عبيدك هؤلاء. نسأل ونطلب إليك يا سيد اسمعنا كثرة رافاتك. سر بهذه الشرطونية الصائرة لعبيدك هؤلاء من قبل حلول روحك القدوس عليهم. قوم دعوة اختيارهم بطهارة بنعمة صلاحك واخترنا معهم للصلاح لكي نعمل ونربح في الوزنة وننال مع كل الذين عملوا مجيئتك منذ البدء أجرة الوكيل الأمين الحكيم في ظهور ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. أعلم أيها الإبن قدر هذه الدعوة التي استحققتها التي هي القسيسية وتقليدك الأسرار العظيمة التي العهد الجديد بدرجة التعليم. فيجب عليك إذن أن تعمل وتعلم من جهة الأعمال الحسنة أفضل من الكلام. وأذكر كلام بطرس الرسول قال أن القسوس الذين فيكم أرغب إليهم أن أقص إليكم والشاهد آلام المسيح والشريك في المجد الذي يظهر. ارعوا رعية الله التي فيكم وكونوا تفتقدوها لا بصم لكن برادة قلب وليس كأنكم أرباب الأنسبة بل كونوا مثالا رعية. نادي الأبالكة لكي إذا زار الرئيس الرعاة تأخذون أكيل المجد غير المضمحل. كن إذا عاملا بالوزنة التي أطمنت عليها لتردها مضاعفة لتأخذ أجرة العبد الحكيم الأمين وتجمع الشعب على كلمة التعليم مثل مربية تربي بنيها لتخلص أنت والذين يسمعونك. امد بسلام الرب معك. اعلم أيها الابن المبارك أعانك الله إلى ما دعاك إليه ووفقك إلى ما وفق أبراره لديه أن سيدنا يسوع المسيح له المجد قد اختارك لخدمته وصيرك مع عدد كهنته بما رفعك به من خدمة الشماسية إلى رتبة القدسية. وأتمنك على أسراره المحيية فإضع لما يتلي فإصغي لما يتلي عليك من هذه الوصايا الفائز من عمل بها بغفران الذنوب والخطايا واعرف قدر هذه النعمة التي نلتها والموهبة التامة التي أعطيتها. من الآن إنك قد صرت بها مستحقا لمخاطبة الرب شفيعا في مقادسه ومحل غفرانه على الشعب. فأعمل لا للطعام الفاني بل للطعام الباقي إلى الأبد لا تتوانى عن اقتناء الفضائل الروحية ما دام الروح في الجسد.
لتنمو في الأعمال المرضية، فيشرق مصباح ذاتك بأنواره المضيئة، وكن مثالا صالحا في القول والسيرة عن قليل الأمور والحقيرة في العلنية والسريرة. واهرب من محبة المال التي هي أصل كل الأعمال الشريرة، واحذر من الشبع والسكر فإنهما يظلمان العقول النيرة، وتجنب الحسد والشقاق والمقاومة والقساوة والهزء والكبرياء. وابعد عن النميمة والوقيعة والافتخار الرديء والمحاباة والرياء، واحذر أن تكون ذا لسانين ولا وجهين أو تشهد شهادة فيها ريب، فإنه مكتوب يجب أن يكون القسيس لا يوجد فيه عيب. وإياك أن تسرع يداك إلى الضرب، بل حب الله وجميع الخلق من كل النفس والقلب، واشتمل بفضائل التقوى والرحمة والعفة والتواضع والقناعة وانسحاق القلب والاحتمال والصبر والوداعة. ولا تحد عن الإيمان الصحيح بربنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي هو أساس الدين، وبه يتم الخلاص لسائر المسيحيين. واستضئ بالمطالعة مواظبا على القراءة والتعليم بمعاني الكتب البيعية والتدريب بالعلوم الدينية والقوانين الشرعية، وعامل الشعب شعب الله بالرفق والحذق، وسيسهم بلين المسيح والسهولة والرفق. وسر في مناهج هذه الأداب لتصل بها إلى مساكن الأبرار فايزا من أليم العذاب. وأوصيك الوصية الكبرى الضرورية التي هي أصل قيام الشريعة المسيحية، وهي أن تحب الجميع محبة قلبية بإخلاص الضمير وشهادة النية. والواجب عليك أكثر من كل الوصايا البيعية وأفضل من كل سواه من الأوامر الرسولية، وهو الاحتراس عند توزيع سرائر الرب المحيية. ويكون ذلك منك بجد ونشاط واجتهاد، وتحقق أن الشاروبيم والسارفيم وقوف بالمخافة والارتعاد. وكن عارفا بمقدار من هو ذبيح بين يديك، وأنه المسيح إيمانوئيل الذي بذل ذاته عنك وعليك. وأعلم أنك تقسم أعضاءه الناسوتية لا محالة، وتحمل على يديك الذي حمله سمعان الكاهن بالكرامة والجلالة. وأن هذه الكأس هي دمه المسفوك عن الخطايا، الذي به أنقذ من الجحيم جميع السبايا. النابع لنا من الكرمة الحقيقية الذي هو جنبه الإله الذكي من بعد أن سلم الروح على الصليب. فيا لهذا السر الخفي، هذا هو الجسد المقدس والدم الكريم الذي صار بهما خلاص الخليقة. هذا حمل الله رفع خطايا العالم وجذبها من نور الحقيقة، فكن منهما لنفسك أيها الابن غاية الانتباه. وأحرس هذه الذخيرة كحراسة الشاروبيم لشجرة الحياة، واحترز على هذه السرائر احترازا يخلصك من الجرائر، ولا تناوله إلا للحسن السيرة الصالح السمع الطاهر السريرة. ورد من كانت طريقته شريرة لئلا يقتل نفسه وتكون أنت السبب في الجريرة. والحذر من الإهمال لئلا تحصل المضرة، فإن العالم كله لا يساوي منه مثقالا من ذرة. وليكن توزيعك بترتيب ونظام وهدوء وسكون وحرص واحتراز والتفتيش برمك العائم، وعرض الأواني المقدسة على من يكون حاد النظر مرة واثنين وثلاثة. فإن العياد أؤكد من الخبر لتكون خدمتك مقبولة ووساطتك مكرمة وصلاتك نافعة ونعمة الرب عليك سابغة. ورب الإله رأس الرئاسات وأساس السيادات وواهب الكرامات،
مرتب درجات الكهنوت على الأرض كما هي عليه في السماوات. يعينك ويعددك ويساعدك ويؤيدك بقوته على القيام بفرائض خدمتك جميع أيام مدتك، ويباركك ويبارك بك وينصبك مع 24 خسيس الروحانيين. هتبتدوا تسجدوا وتدخل الهيكل، ويسمعك الصوت المبهج القائل: ادخل إلى فرح سيدك لترس الملك المعد لك من قبل إنشاء العالم. يسامحني أنا البائس الحقير المتواني بأسامي وسيئاتي في يوم الدين بشفاعة سيدتنا كلنا وفخر جنسنا القديسة مريم العذراء المقبولة شفاعتها في كل حين، والشاهد الكريم ماري مرقس أحد الأربعة إنجيليين، مع كافة سادتنا البطاركة والأساقفة ورؤساء الكهنوت وسائر الشهداء والقديسين وكل من أرضى الرب عملهم الصالحة، بقولنا جميعا: يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد ما نقل نحن أيضا المنصبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن بعضكم يتقدس. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي يسوع المسيح من الله الحي اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الراس، قفوا بخوف ورعدة ولا شرك، انظروا ننصر. تنبلت فيا انداد صوتك قصوى مارية بشويصرية مطمعني بكوي فولنتين مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب إله الحق، الكائن قبل الظهور والمالك إلى الأبد، الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت كل به ما يرى ما لا يرى، الجالس على كرسي مجده، المسجود له من جميع القوات المقدسة. أيها الجلوس قفوا، الذي يقف أمامه
الشيروبيم الملائكة ورؤساء الملائكة والرأسات والسلطات والكراسي والربوبيات والقوة وإلى الشعر كنزورو أنت هو لجك حولك الشاروبيم يمتلون نعمة والسارفهم ذو ستة الأجنحة يسبحون على الدم بغير سكوت قائل الشاروبيم يسجدون لك والسرافين يمجدونك صارخين قائلين قدوس 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 رب الصباوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغاية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقيضة بل تعتنا دائما بأنبياءك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لحن الجلوس بالظلمة وزلالي الموت خلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم آمين تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص وانعم علينا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح وجعلنا لو شعبا مجتمعا وصيرنا أظهارا بروحك القدس خاصة الذين في العالم وسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممساكين به مبعين من قبل خطايانا نزل إلى يحيين من قبل الصليب حقا في اليوم الثالث وصعد إلى السماء وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازاه هذا الذي يظهر فيه اليدين المسكونتان بالعدل ويعطي كل واحد كنحو أعماله رحمتك يا رب
هذا السر العظيم الذي للتقوى، لأنه في مراسمنا يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. أخذ خبزا على يدي الطائرتين اللتين بلعب ولا دنس الطوبويتين المحييتان. نؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين. ونظر إلى فوق نحو السماء إليك الله أبا وسيد كل أحد وشكر. قداسه آمين. نؤمن ونعترف ونماجد وقسمه وعطى لخوص التلاميذ القديسين وسيطهر قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسد الذي يقسم عنكم عن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا، هذا اصنعوا لذكري. هذا هو بالحقيقة أيضا الكأس بعد العشاء مزجها من عصير الكرمة والماء وشكر وباركها وقدسها. القديسين وسيطهر قائلا: خذوا اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم عن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا، هذا اصنعوا لذكري. وهذا هو أيضا بالحقيقة كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن آجي. آمين آمين آمين. بموتك يا رب نباشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعترف نسبحك نباركك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إلهنا. نحن أيضا نصنع ذكر آلامه المقدسة وقيامة من الأموات وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمينك أيها الآب
وظهور ثاني الاتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. اسجدوا لله بخوف ورعدات نسبحك نبارك نغدوم يجعله جسدا مقدسا له حقا نؤمن. وهذه الكاس ايضا دما كريما للعهد الجديد الذي له وايضا حقا نؤمن يعطى لمغفرة الخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم نسألك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا يا رب ارحم. لينمو بر الإيمان سهل لنا طريق التقوى الرعاة اضبطهم والذين ارعونهم ثبتهم يا رب ارحم. اعطي بان الكليروس نسكا للرهبان والراهبات طهارة للذين في البتولية حياة صالحة للذين في الزيجة يا رب ارحم. رحمة للتائبين صلاحا للأغنياء وداعة للفضلاء معونة للمساكين يا رب ارحم. نجاحا للطلبة عملا للمحتاجين الشيوخ قوم والذين في الحداثة أدبهم يا رب ارحم. غير المؤمنين الردام لتنقض افتراقات الكنيسة حلت عظمة للبدع ونحن كلنا حسبنا في وحدانية التقوى يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. وجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول مقدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين ارجوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية صلوا من أجل سلام الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية الذي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وكل العساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. ولا نذكر يا رب أبونا الطباوي المكرم رئيس العساقف بطريركنا البابا المعظم الأنباط وادروس الثاني
وأخيه الروحي ماري أغناطيوس ماري أبرام الثاني بطريرك أنطاكيا وشركائه في الخدمة الرسولية أبائنا المطارنة والأساقف المجتمعين معنا وأبينا الأسقف المكرم أنبا أغا أبيوس. صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا بطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وأخيه الروحي ماري أغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكيا وشركائه في الخدمة الرسولية بين الأساقفة المجتمعين معنا وأبينا الأسقف المكرم الأنباء أغابيوس وسائر أساقفتنا الأرثوذكسية. يا رب ارحم والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة انعم بهم على كنيستك المقدسة يرعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة. صلوا من أجل القمامسة والقصوص والشمامسة والإبزياكونيين والسبع طغمات كنيسة الله. وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا ما هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل أديرة أبائنا الأرثوذكسيين. صلوا من أجل خلاص العالم وديرنا هذا وسائر المدن والأقاليم والجزائر والديورة. يا رب ارحم. نمني اتشوب تفنوتي أريقتك سنب تشويس نسيتي نم نسيم نم نروت انتت كوي اتخن طيرم بصاي اسمو ايرو نم نسيم نم نروت انتت كوي خن طايرون بثاي هينا انت بخريستوس بنوت يسمو ايرو انتو اي اي او انتو اشاي شاي انتو جو كيف والخنون اشتين كاربوس او انت فشنيت خابي في بلازما اتان افجيك ثاميوف انت افكان النوفي لان ايفون كريالايسون كريالايسون كريالايسون. اصعدها كمقدارها كنعمتك فرح وقال ارض اليور وحرثها لتكثر اثمارها أعد للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف.
ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا كحسب لصلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، لكي نحن نكون لك في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. يا رب ارحم. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السماء صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسك. تفضل يا رب أن تذكر كمية القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أباؤنا الأطهار رؤساء الآباء والأنبياء والرسل المبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان. وبالأقصار القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين ولدت الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة. والقديس السابق السابق والشهيد والقديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء وناظر الإله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشاهين. والبطريرك القديس ويروس ومعلمنا ديوسكوروس والقديس أثناسيوس الرسولي والقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة والقديس يوحنا ذهبي الفام والقديس أودوسيوس والقديس أوفيلوس والقديس ديمتريوس والقديس كيرلوس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس غريغوريوس الصانع العجائب والمعجزات والقديس غريغوريوس الأرماني والثلاثمائة وثمانية عشر المجتمعين بنيقيا والمائة والخمسين بالقسطنطينية والمائتين بمدينة أفسوس. وأبانا الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار الأنبا بولا والثلاث أنبا مقارات القديسين وجميع أولادهم لوباسي الصليب وأبانا أنبا يؤنس القوموس وأبانا أنبا بشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح.
وبنى ببول الطموه وحسقيال تلميذه وسيد الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس والتسعة وأربعين شهيد شيوخ شهاد والقوي القديس أنبا موسى ويحنس كما القيل. وبنى بدانيال الكوموس وبنى بسيزيروس القس أبانا ببخوم أب الشركة وتدرس تلميذه وأبانا بشنود رئيس المتوحدين وأنبويس تلميذه وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي ضايع علينا. القارئون فليقولوا أسمى بين البطارق القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا. الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك وانعم علينا بسلامك إلى التمام. كي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس. بركة وسلام لجميعكم. وروحك أيضا وأيضا فلنشكر الله الأب ضابط الكل أبا ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح
لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا لفوق ونخدم اسمه العظيم القدوس. وأيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وإسعاد أسرار الإلهية. الغير الميتة منه بالمجد حافظ عدا ورحمة للذين يحبونه بكل قلبهم الذي أعطانا الخلاص من خطايانا بابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا حياة كل أحد. المرتجين لي ورجاء الذين يصرخون نحوه الذي يقف أمامه ألوف ألوف رباط رباط الشاروبيم والسرافيم وكل للقوات السمائية. قدس هذه القربين موضوعة بحلول روحك القدوس عليها وطهرتها، طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة وكل فكر لا يرضي صلاحك يا الله محب البشر، فيبعد عنا نفوسنا وأجسادنا أرواحنا وقلوبنا أعيننا وأفهامنا أفكارنا ونياتنا لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة ووجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نكسر بدلة بغير خوف أن ندعوك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول جيب نيوت أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد
أعطينا اليوم وافر كما نفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع رب لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد خن بخريسو اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها امين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم القدس للقديسين مبارك رب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس امين واحد والاب القدوس واحد والابن القدوس واحد هو الروح القدس آمين إيرني باسي نماتي سوما جيون كيمة ميون لي سنوني سو خريستو طيرتو سيو يمون آمين أجيون تيميون سوما كيمة لي سنون إيسو خريستو طهرتو سيو إيمون أمين آمين بيسو من انبسنو فنتين مانويل بنوتي فاي بيخن أم اسميا آمين آمين تينا أمين 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 أؤمن 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 واعترف إلى النفس الأخير واعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي أن هذا هو الجسد المحيي الذي أخذه ابنك الوحيد الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة الإله القديس الطاهرة مريم والدة الإله القديس الطاهرة مريم وجعله واحدا مع لاهوته وجعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي أمام بيلاطس البنطي وسلمه عنا
وسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين نسكت آمين 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 أن هذا هو بالحقيقة آمين. اطلبوا عنا كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الآثار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب